الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يشرفني أن ألتقي معكم في هذا اللقاء العلمي بخصوص التعليم الإلكتروني أثناء جائحة أو في ظل جائحة كورونا. طبعا نشكر الجهود المبذولة لجامعة الإسراء وكل الطاقم العامل بهذه الجامعة على الجهود وعلى كل ما يبذلونه من أجل نشر المعرفة بين ربوع الوطن العربي. في البداية يجب أن نعرف أولا ما هو التعليم الإلكتروني، هل هو التعليم عن بعد أم هو تعليم من شكل آخر؟ يجب أن نتفق على أن التعليم الإلكتروني المقصود هنا هو التعليم الذي يعتمد على الوسائط الإلكترونية في تقديم المعرفة، بالإضافة إلى التباعد المكاني بين مقدم المعرفة ومتلقيها. ما هي إيجابيات هذا التعليم الإلكتروني؟ يمكن أن نختصرها أو نجملها في العناصر التالية: أولاً، يساهم هذا التعليم الإلكتروني في اختصار المسافات الجغرافية، فهو لا يعترف بالحدود الجغرافية. أيضا اختصار للوقت، بحيث نجد أن تلقي المعرفة يكون في الوقت الذي نرغب فيه، بالإضافة إلى نقطة ثانية وهي النشر الواسع للمعرفة. فنجد أن التعليم الإلكتروني يسمح بنقل المعلومة وطبعا في بشكل واسع من حيث المسافة الجغرافية أو من حيث عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتلقوا هذه المعرفة، فهو يعمل على كسر الحواجز الجغرافية وكسر أيضا حتى الفئات التي يمكن أن يشملها هذا التعليم الإلكتروني، فهو يساهم في اختصار الوقت وفي نشر واسع للمعرفة. طبعا هو وسيلة حديثة تسمح أيضا بجذب المتلقين للمعرفة، على اعتبار أن الأشخاص الآن أو الأفراد في عالمنا المعاصر يحبذون كل ما هو إلكتروني وكل ما هو مرتبط بهذه الوسائل الإلكترونية، فهذا يعمل على الجذب الكبير لتلقي المعرفة. ربما تكون المعيقات التي من شأنها الإضرار بهذا التعليم الإلكتروني هي الأكثر إسهاماً أو الأكثر من حيث أو هي الأكثر التي يمكن أن نركز عليها. فنجد أنه أهم معيق لهذا التعليم الإلكتروني هو عدم توفر الوسائط الإلكترونية للجميع. نتكلم تحديدا عن وطننا العربي، فليس الجميع بإمكانه الحصول على هذه الوسائط الإلكترونية. ثاني مشكلة يمكن أن تواجه التعليم الإلكتروني هي سرعة التدفق الإلكتروني الذي يشكل حاجز كبير أمام نشر وتلقي المعرفة، وهذا الأمر أعاني منه شخصيا رغم توفر الوسائل الإلكترونية لدي. ثالثا، خرق الملكية الفكرية للمعرفة. نعرف أن المسألة الآن أصبحت مفتوحة، وبالتالي هذا يسمح بخرق المعرفة أو خرق الملكية الفكرية للمعرفة. أيضا هذا النوع من التعليم الإلكتروني قد يسمح بتطوير أساليب الغش، على اعتبار أن الوسائل الإلكترونية يمكن خرقها، يمكن طبعا الاستفادة أو يمكن عدم وجود متابعة لمثل هذه الأساليب في الوقت المعاصر على وجه التحديد. أيضا ربما أهم أيضا سلبية أو معيق للتعليم الإلكتروني هو عدم التأكد من فعالية وجدية وحقيقة هذا التقييم الإلكتروني. لذلك نجد أن مسألة التقييم ما زالت مبهمة لدى الكثير من الأساتذة أثناء طبعا محاولة تقييم طلابهم لتلقي الدروس والمحاضرات. رغم أن هذه السلبيات الموجودة، فإننا نجد أن هذه الوسيلة اللي هي التعليم الإلكتروني قد حققت نجاحا كبيرا في ظل جائحة كورونا. طبعا هي جائحة استثنائية أو
يمكن أن نقول بأن الوضع استثنائي، بحيث أن التعليم الإلكتروني فيه أصبح وسيلة هامة لمحاولة كسر حاجز التباعد الاجتماعي المفروض أو في ظل جائحة كورونا، أيضا في محاولة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي بالنظر للظروف التي استحدثتها جائحة كورونا. وهذا ما يسمح أو ما سمح لنا بتلقي المعرفة ونقلها ونشرها عبر الوسائط الإلكترونية، وإن كان قلنا أنه فيه نوع من السلبية أو نوع من عدم التحقق من النتائج الحقيقية لهذا التعليم الإلكتروني. يبقى الأمر مرهون بمدى الوعي لدى الطبقة المثقفة أو الطبقة التعليمية من أساتذة أو طلاب في ضرورة التعليم الإلكتروني وكيفية الاستعمال الحقيقي لهذه الوسيلة في الأغراض التي يمكن أن تسمح لنا بنشر المعرفة بشكل دقيق وحقيقي، وأيضا بالتقييم سواء كان بالنسبة للأستاذ أو بالنسبة للطالب في حد ذاته. فيجب نشر الوعي لدى الطلاب أو لدى هيئة الطلاب بأن هذه الوسيلة تسمح بتعليمهم عن بعد، طبعا اكتسابهم للمعرفة، وعليه يجب أن يعتمدوا على أنفسهم في عملية التقويم وليس عن طريق أساليب الغش التي يمكن أن تتاح. طبعا هذه الفرصة سنحت لي في ظل هذه الدقائق المعدودات فقط للإشارة بشكل موجز ومختصر عن إيجابيات ومعيقات التعليم الإلكتروني. نرجو أن تسمح لنا فرص أخرى في بحث هذا الموضوع بطرق أكبر أو بتعمق أكثر، ونشكر القائمين على الجامعة مجددا وعلى إنجاح هذا المؤتمر في شكله الإلكتروني أيضا. شكرا لكم ولكم مني كل التحايا.